نورتني وكل الهلل. طبعا اليوم موضوعنا على اللي يردون يفتحون محل مكياج، وحشيت بالفيديو القبلة تقدرون تدوسون على التعليق يدخلكم على الفيديو تعرفون الموضوع شنو كان وشون ربط الموضوع وصار هيجي. هنا الاخ او الاخت ما ادري ولد او بنية يقول كل ما اسأل احد اريد اشتغل توصيل يقولون هذا سر مهنة. هو شنو سر مهنة؟ راح تطير نووي مثلا؟ انت عايش وتلبس واهلك ياكلون ويشربون، خلي غيرك هم ما تعيش وياكل ويشرب ويلبس، يعني ساعده شكو بيها، يعني هو ما راح ياثر عليك بشيء، يعني هو البلد مليان هاي المهنه وغيرها فما بيها شيء، فاذا ساعده بالعكس الله راح يزيد لك رزقك. ماكو شيء اسمه سر مهنه. اذا تريد في تفوت بهذا الموضوع وتشتغل فقط توصيل يعني بالبيت، يعني ما راح يطبوا لك شركات. احنا هنا يجونا شركات يروجون على اشياء هم نشتري من عندهم، يعني 4% 5% نتعامل ويا الشركات تصبريلي، بس الاساس هو بسوق الجمله. شنو الاشياء اللي تجيبها وشنو الاشياء اللي تشتغل بيها وشون تنشرها؟ طب اخذ فكره من منشوراتي منشورات غيري، شوف شلون يخلي الحاجه شلون يحكي عليها، ترجمها اقراها، اخذ نوع البشره اللي تشتغل عليها شنو سعرها. فانت لازم تكون عندك معلومه كافيه، يعني تلزم الحاجه تترجمها، شوف شغلها يا بشره يرهم وش قد سعرها، وبالسوق قد سعرها خليك نفس مستوى السوق. شنو الاشياء اللي تجيبها ومنين تجيبها؟ يعني اوضح لك فكره اكثر، توضيح اكثر. يعني مثلا طب تابع شهد شمري، سولاب، هيفا حسوني، دول ينزلون اشياء جديده ودول عندهم متابعين ملايين، من ينزلون اشياء جديده راح يصير عليها طلب قوي. طب تابع المشهورات ذني 6 7، طب تابعهم كلهم، شنو ينزلن؟ انت روح للشورجه تلقاه موجود بسوق الجمله، مجمع راميته، مجمع القادسيه، مجمع روز، هواي مجمعات. طب هناك رابط من هاي الحاجه نزل عليها اعلان، يعني هي توفرت، شوف مصدرها وين، يعني هي توفرت. جيب من عندها كميات قليله، جيب ثلاثات، جيب اربعات، شكل بالوانها، شكل باحجامها، واقعد وانشر وروج. او اذا تريد ما تروج على الفيسبوك سوي لك صفحه وتروج، تريد على التيك توك على الانستغرام، يعني حاول اكو احد يدعمك، حاول اكو احد ينشر صفحتك، يعني حاول سوي مثلا مسابقه على فد كارت على فد شيء خلي الصفحه تصعد. والنوب اقعد روج، او بدون ترويج اقعد صور ونزل، صور ونزل، بتجيب الاشياء المطلوبه مكانهم قلت لك بي وين، وهم هناك همات بالشورجة يساعدوك بالاشياء اللي هي اكثر طلب، يعني شوف لك مكان ثقه يساعدك واشياء تكون اصليه مو عاديه، وان شاء الله ربي يرزقك. قلت لك المكان وين وقلت لك المن التابع حتى تعرف شنو تجيب، وخليك وين مستوى السوق، وان شاء الله كل التوفيق. ماكو شيء اسمه سر مهنه، اكو شيء اسمه حسد عيشه، والناس ما تريد واحد يتقدم عليها خطوه، هذا الصحيح مو سر مهنه هو.